اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه جيمر سيريا. معاكم ايمن ويوسف. مرحبا شباب. فيديو النهارده هيبقى ريفيو عن العربيتين الفورمولا اللي هم نزلوا في الابديت الجديد، اللي هم دي ار 1 ودي ار 8. يوسف هيشتري العربيه اللي هي الزرقاء اللي هي قدامكم، اللي هي دي ار قصدي بي ار 8، وانا هشتري دي ار 1، وهنعدلهم مع بعض، ويعني وهنعمل سباق كده صغير في الاخر. يعني هيبقى ريفيو بسيط، يعني نوريكم الفرق بين العربيتين. بدل ما اعمل ريفيو هو مثلا ياخد عربيه في فيديو وانا اخد عربيه في فيديو، لا، فاحنا هندمج الفيديوهين دول عشان ما نكترش في الفيديوهات. يعني احنا دلوقتي هشتري العربيه الحمراء اهيت، طب مثلا في الجراج التالت اول ما توصل بقى هنعدلها معاك. هي دلوقتي العربية جت اهيت، انا هعدل الحمراء ويوسف هيعدل الزرقاء. سيبكوا بقى مع التعديلات. دلوقتي بقى احنا عدلنا العربيتين، البي ار 1 والدي ار 8 او العكس، انا عشان ما اتلخبطش يعني بالظبط. هنروح بس ساندي شور، يعني هنسابق ونشوف يعني مين الاحلى. في اخر فيديو انا هنعمل فيديو صغير كده مثلا 30 ثانيه او دقيقه عن سباقات الفورمولا. هنروح ساندي شور ونرجع لكم تاني. دلوقتي بقى احنا وصلنا للساندي شور، نعمل السباق بعد ما القنبلة تنفجر. فبرك ايه ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عيد عيد عشان انا بدأت قبليك. انت رايح فين؟ انت متخلف يا ابني. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي، انت متخلف يا ابني. انت متخلف يا انت عبيط يا لا. ميزتهم اللي هي اصلا ولا هنا، اول ما تتك حرف ايه يابا اسمه ايه ده بتسرع. ما دوستش حرف ايه خالص، ده انا نسيت الموضوع ده. شالي استنى، عايزين نعمله حاجة اذكى يا عم. فين حوار القنبلة ده؟ فاشل، انت بتاخد وقت على ما تركب. حط ستيكي بومب، ما تحطش قنبلة عادية.
وما تدوسش يعني ما تدوسش على الدبليو غير لما تفجر القنبله الاول، ما تبقاش حرام. الدنيا بتشتي اشتري اشتري بسرعه 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 يا عم. انا عد 1 2 3 اركب اركب، انا عد 1 2 3 اركب. اول ما فجرها تمشي ماشي. يا لهوي ايه ده؟ ليه؟ انت عربية ما جاتش. ايه يا ايمن في ايه؟ ايه ده يا عربية ما جاتش؟ يلعن ام تسباق. حلو حلو، نزل بقى الفيديو زي ما هو كده جامد. هي جامد. عشان هي عشان عربيتك اغلى يا جدع. لا لا انت ما دوستش ايه، دوس والله ايه؟ والله هي هي ايمن قاعد تدوس اهو اهو. طيب اعمله تاني بقى، عيد تاني كده بس بس اللي احنا اللي فات ده حلو بالكلام اللي فيه جامد. مش كان الحاجه دي بتبهدل الارض؟ مشكلة بقى. معيش والله قنابل خالص يا عم. عد 1 2 3 بس ونطلع. استنى يلا عد 1 2 3 طب ازاي؟ ايه شغل الهبل ده؟ عربيتك وحشة يا عم، انا على مالي يا عم. بدل كده طيب، يمكن المشكلة فيك. خدها بقى واحنا راجعين، باخدها العكس. انت متأكد ان انت معدلها على الاخر؟ ايوه معدلها على الاخر. هاتني جنبك يلا عد 1 2 3 لا عند امك بقى. ايه الهبل ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده يعني ايه يعني الكبورد بتاعك بايظ يعني ولا ايه؟ خد ده بسبب ايه بقى؟ خد هبل عربيات وسخة. انت صورت الكلام ده؟ جامد، نزله جامد خالص ده. يا عم ما انصحش اي حد يشتريها يا جماعه، اشتروا له عربيه اللي هي ولا دي ولا دي. انا يعني انا جربت الاثنين، هم الاثنين ابطا من بعض. العربيات القديمه اللي هي كانت نازله في الاول خالص احسن من الاثنين دول بياما يعني، فمحدش يشتريهم في الاخر يعني. اسمع نفس الكلام، بس اسمع الكلام انا بقول لك صح. في مش هتمشي ليه؟ مش عارف ايه الهبل ده. يا عم ما تبقاش خنزير كده. خنزير ايه يا ابني؟ انا مستك انت بتخبط وتقول لي انا لمستك. ماشي انا لمستك، شوف الفيديو. هعمل معاك المفتكه دلوقتي. عرفت تجيب مستك؟ عرفت تجيب اللي انت فرحان بيها. يلا يلا بالسلامات، مفيش اخوات وغير اخوات. يلا بالسلامات، مفيش اخوات وغير اخوات. هتصلحها ازاي قبل الخمسين؟ بتقف كأنك بتقف يعني ايه في حتة كأن الناس بيغيروا لك الحاجات. مار ما انا هقول لك ازاي. مش سألتني السؤال؟ راقبني لو لحقتني. اقف بجد، اقف استنى يا اختل عشان انا وانت نغيرها مع بعض. امشي، خش يمين، خش يمين يمين بس. اقف النص، اقف النص بس بس. بكده يكون نهاية الفيديو. متنسوش بقى تدعمونا بالاشتراك واللايك لو انت اول مره تشوفنا، وتتابع فيديوهاتنا الجديده. يعني لسه في يعني حوالي 10 فيديوهات لسه، يعني عربيات السان اندرس وعربيات بيني.
كلهم لسه يعني ما تعملهاش ريفيو. كان معاكم ايمن ويوسف من قناة جيمر زيري، نشوفكم الفيديو الجاي، سلام.